السلام عليكم، أتمنى أن يكون صوتك مسموع بشكل جيد. أنا حأنتظر الأخوة يجتمعوا. معكم الدكتور طلال نقار. طيب، السلام عليكم. أظن الصوت واضح، أتمنى يكون الصوت واضح. مساء الخير للجميع، ما شاء الله عليكم. أنا عم حاول أشوف قدامي اللابتوب. طيب، أتمنى يكون الإضاءة جيدة، والصراحة هي أول تجربة بث مباشر. طيب، بس في تأخير شوي بين الجهازين صراحة. طيب، صوتي مسموع بشكل جيد؟ جزاكم الله خيرا. طيب، أنا أنتظر يجتمعوا، يجي الأخ حسين، دكتور حسين، ويجتمعوا الأخوة. إن شاء الله التجربة تكون ناجحة. مساء الخير للجميع. عم تسألوني عن الزريعة إذا سامة، والله ما جربت إني تناولتها، ما بعرف إذا سامة أو لا. بسمع مثل ما بتسمعوا إنها سامة، بس إحنا حاطينها للزينة، فما بعرف إذا ما جربنا. يعني الحمد لله ما صار، الحمد لله لحد هلا أي مشاكل فيها. طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الدكتور طلال نقار. أنا ما بعرف إذا الزملاء أطباء الزملاء بيعرفوني، والزملاء المتابعين. طبيب سوري متخرج من سوريا، عملت اختصاص أمراض داخلية في سوريا، بعدها كملت بطب العناية. مارست طب العناية حوالي 10 سنوات بالسعودية، بعدها انتقلت لأمريكا، وحاليا عم أكمل اختصاص أمراض الكلية. ربما أحد الزملاء أو أحد المتابعين كتب بأحد التعليقات إنه شو علاقة هذا الطبيب بالكورونا؟ طيب، الكورونا هي بتسبب، يعني إذا أنا ما كان لي علاقة بالكورونا، مين لازم يكون له علاقة بالكورونا؟ ما الكورونا هي بتسبب إصابة بالجهاز التنفسي، ووضع الجهاز التنفسي هاي اللي هو تخصصي، إضافة إلى أنه بتسبب أذية الكلية. هلا أنا عم أنهي تخصص الكلية تقريبا، فهي يعني على الحالتين تخصصي. تماما. طيب، أنا عم حاول أقرأ من اللابتوب وجاوب من الكاميرا، فما بعرف إذا بتحب أخي حسين إذا عندكم نبدأ بتساؤل، إذا تحب نحكي بشكل سريع عن الكورونا للزملاء المتابعين.
طيب خليني أبدأ مقدمة بسيطة بس للإخوة المتابعين والزملاء الأطباء. أظن الكل صار سمع بجائحة كورونا اللي هي صار اسم المرض كوفيد 19 أو كوفيد 19 اسم المرض. الكورونا هي فيروس من عائلة الكورونا، يبدو أنه هي نسخة جديدة من نوع أمراضيتها عالية، يعني شراسة الفيروس عالية، وبالتالي عم يسبب مضاعفات خطيرة عند مجموعة من المرضى خاصة المسنين منهم، مرضى الإصابات المزمنة، مرضى ارتفاع الضغط والسكر اللي هن بالعادة ما يفترض يصير عندهم هاي المشاكل، وهلأ عم نشوفها عند الشباب صراحة المضاعفات. هلأ مو كل شخص مصاب بكورونا حيصير عنده هاي المضاعفات. مش الفكرة، المشكلة هي الانتشار العالي للمرض، انه في نسبة كبيرة من الناس بيحملوا الفيروس وما بينقلوا ما بيعرفوا حالهم انه معهم الفيروس وبيقدروا ينقلوه للاخرين بسهولة. هدول الاخرين ممكن يكونوا كبار بالسن، ممكن يكون الاب، ممكن يكون والدك او والدتك، ممكن يكونوا اخواتك، ينتقل الفيروس لهم. لو عندهم مشاكل لا سمح الله او حتى بدون مشاكل ممكن تصير عندهم مضاعفات. نسبة قليلة من المرضى حيضطروا يجوا على المستشفى، نسبة من اللي حيكونوا بالمستشفى حيضطروا ينقبلوا. النسبة الأقل حيروحوا على العناية المركزة، بس لما بيكون نسبة انتشار المرض عالية جدا جدا أقسام العناية حتتعبى بالحالات. من 15، أنا حاليا مقيم بنيو أورليانز بأمريكا، من 15 يوم تقريبا ما كان عندنا ولا حالة. يعني كنا نسمع بالمرض مثل ما تسمعوا بالأخبار، وما حقول ما نصدق، بس نفترض إنه ما وصلنا، وبالتالي نحن ما لنا علاقة بالموضوع مثل اللي بيدفن راسه بالرمل بمعنى آخر. بس فيني أقول لكم حاليا نحن، أنا يوميا عم شوف يوميا 4 أو 5 قبولات جديدة، أو 3 أو 4 أو 5 قبولات جديدة، وعم أحكي أنا مو عن قبولات عادية، أنا طبيب عناية حاليا، طبيب عناية كلية، فأنا عم شوف المرضى بقسم العناية، فعم شوف المرضى المتعبين جدا، المرضى الاقل عم يشوفون اطباء ثانيين، اطباء الداخليه، والمرضى اللي ما عم ينقبوا بالمستشفى عم يشوفون اطباء الطوارئ. فسعه المستشفى عندي اللي انا قاعد فيه يفترض مشفى ضخم ويستقبل امكانيات، وصلنا تقريبا للذروه تقريبا. يعني هلا صاروا العنايه تعبت عندي، او اظن 15 سرير عنايه او اكثر، والله ماني حافظ الرقم، بس اكثر من هيك بكثير. تعبت العنايه لدرجه انه حولوا اسر غرف الجناح حولوها لغرف عنايه، جابوا اجهزه تنفس، والحمد لله بعد متوفره عندنا اجهزه تنفس رغم انه في عجز، وحولوها لغرف عنايه. المشكله انه هذول الاسره مين الطاقم اللي حيديرهم؟ يعني احنا مشكلتنا مو هي بس انه بتوافر اجهزه التنفس الصناعي، توافر مين يشتغل عليها كمان. فالموضوع مو بهالبساطة أبدا، الفيروس شرس جدا 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 عند حالات معينة خاصة الكبار بالسن والأمراض المزمنة، بيسبب متلازمة الـ ERDS اللي هي ارتشاحات شديدة بصورة الصدر، نقص قصور تنفس بمعنى آخر، المريض ما بيعود بيقدر ياخذ نفس بشكل مقبول، وبالتالي بنضطر نعطيه أكسجين، وإذا ما تحسن على الأكسجين بنضطر نحط له جهاز تنفس صناعي، يعني أنبوب بالفم لحتى نعطيه أكسجين بتركيز عالية. الفيروس بيصيب الكلية، عنده ولع يصيب الكلية، وبالتالي جزء كبير من المرضى اللي عم نشوفهم بالعناية عم يضطروا للغسيل. الفيروس ممكن يسبب أي شيء بيخطر على بالكم صراحة، هلا عم نلاحظ إنه بيسبب انحلال عضلات، الزملاء الأطباء بيعرفوا شو معنى هذا الكلام، عم يسبب فرط خثار، يعني في قابلية الخثار للمرضى عم تكون عالية. بالنسبة من المرضى عم نشخص لهم صمات رئوية، وإن كان مو سهل تشخيصها عند هدول المرضى. بالنسبة من المرضى عم نشخص التهاب وريد خثري. أنا طبيب كطبيب كلية حاليا فيني أقول لكم إنه قساطر الغسيل ما عم تشتغل عند هدول المرضى، عم تتخثر، عم تسكر، عم نضطر نعطيهم هيبارين، فهدول الكمومية على الدم. هدول المرضى عم يكون عندهم كل الاختلاطات اللي ممكن تخطر على بالنا عم تتظاهر بكورونا، لدرجة إنه طبيب جراحة زميلنا قال اي مريض بيجيك على قسم الطوارئ وعنده الم ببطنه شك بكورونا، وفعلا انا معه بهذا الشيء. طيب انا رح هي مقدمه سريعه، رح بلش جاوب على بعض الاسئله اللي انطرحت. هلا في سؤال انطرح امبارح، ما بعرف اذا كان جدي او غير جدي، انه واحد عم يسال هل الكورونا هو غاز السارين نفسه؟ يا جماعه الموضوع ما عاد مجرد كلام بينحكى بالصين او بروسيا او ببلد ما بنشوفه بجوز الا بالاخبار. المرض منتشر بكل العالم والناس عم تموت، يعني نسبة عدد الوفيات بأمريكا أظن بلغ وصل حوالي 8000، بإسبانيا وإيطاليا حوالي 8000، الناس عم تموت من هذا المرض. فهدول مو انتشار للغاز حول العالم، يعني الموضوع جدي ما هو مزحة.
نحن عم نعمل تحاليل وعم نشخص المرض، مستحيل تكون مؤامرة كونية لهالدرجة هي لحتى تكون يعني كل الناس متآمرة مع بعضها، مستحيل. المرض موجود، سببه فيروسي، الفيروس نعرفه من قبل، نحن وصل بنسخة جديدة منه، أكيد سمعاني بهالكلام هذا كله، فهو مرض فيروسي، ما هو غاز سارين؟ هي جواب على السؤال. أحد الزملاء أو أحد الأسئلة عم تسألني عن لقاح السل اللي أخذ سابقا بيعمل وقاية من الكورونا. الموضوع في أظن في الدكتور مازن خير الله، إذا حدا بيعرفه عنده على قناته على اليوتيوب، ناقش هي الدراسة بشكل جميل، هو أخصائي أمراض إنتانية. باختصروا لكم الموضوع إنه عملوا دراسات وبائية حول العالم، شافوا شو هي البلدان اللي عم ينتشر فيها المرض اكثر والبلدان اللي عم ينتشر فيها المرض اقل. مثلا امريكا نسبه المرض فيها عاليه، ايطاليا، اسبانيا نسبه المرض فيها عاليه، مثلا بلدان الشرق الاوسط عموما النسبه منخفضه نوعا ما، البرازيل، يعني شافوا كل بلد ليش عم يكون المرض اعلى عندهم من غيرهم، عم يحاولوا يدرسوا هذا الموضوع. فلاحظوا انه البلدان اللي بيتطبق فيها لقاح السل اللي هو لقاح البي سي جي اللي اخذناه كلياتنا بطفولتنا كوننا من الشرق الاوسط، نسبة المرض عندهم عم تكون أقل. هاي هي الفرضية، هل هي صحيحة؟ ما فينا نثبت هذا الكلام، ربما بدها دراسات أعمق، بس ربما يعني هذه مرة ثانية دراسة ضعيفة، ما بتقدر تقول إنه فعلا سبب عدم انتشار المرض عندنا هو لقاح البي سي جي. الحكي مو ما فينا نعتمده أبدا أبدا، لابد لساتنا نحن بداية المرض وبداية الجائحة. بلد مثل إيران هو شرق أوسط، وبالتالي ليه المرض عندهم منتشر صراحة. العراق فيها نسبة منيحة من المرض، ببلادنا ربما بسوريا عم احكي بالضبط، كون ما عم نعمل تحاليل بشكل واسع ربما في نسبة كبيرة من الناس مصابين بالمرض وما معروفين هنن هلا. بس هل هن بالمقابل نسبة المرض العرضي خليني اقول اللي هو انه شخص مصاب وتعبان، هذا شيء ما بيخبي حاله، بتحليل او بدون تحليل رح يظهر، يعني حتى لو ما حللنا للمرض حيكون المرض عنده إصابة تنفسية، حيضطر عنده ضيق تنفس وسعال وحرارة، حيضطر يروح على المشفى إذا كان تعبان كثير. اللي لحد هلا ما هي يعني ربما أنا متأكد يعني أظن الحالات المعلنة حاليا 16 حالة، وفي حالتين وفيات، ربما يكون الرقم أعلى من هيك، ربما هي بداية الجائحة عندكم الله أعلم. لازم نتعامل بجدية مع الموضوع، بمعنى آخر حاليا العزل المطلوب هو العزل الاجتماعي اللي هو مطبق حول العالم كله، عسى ولعل انه يفيد. ببلادنا هذا الشيء هلا قانوني صار، اظن في حظر تجول، حتى بالنهار بنحاول نخفف التجمعات، لانه لا سمح الله لو صارت الجائحة فعلا ببلادنا بسوريا عم نحكي بالضبط بموارد محدودة وانتشر مثل ما عم ينتشر ببلدان ثانية، ما اظن حيكون في قدره الطاقم الطبي يقدر يعالج كل هالحالات، لانه بالبلدان المتقدمه نظريا يفترض انه هن مجهزين ما قدروا يعالجوا كل المرضى، حيكون نسبه كبيره من المرضى ما عنده اجهزه او ادويه تتعالج فيها. عم يقولوا عن الاعراض، سالني شو الاعراض بالضبط. هلا بشكل عام الفيروس ممكن ما يعمل اي اعراض، الفيروس ممكن ما يعمل اي اعراض، ممكن يكون انا معي هلا الفيروس وقاعد وما عندي اي مشاكل، لانه نسبه الاصابه غير عرضيه عاليه جدا جدا. المرضى اللي بيصير عندهم اصابه عرضيه بدايه اشهر الاعراض او اشعها ظهورا هي الحراره، ارتفاع الحراره، السعال الجاف، مثل كل الاصابات الفيروسيه بتساوي اصابه بتساوي سعال جاف عاده، ضيق التنفس لما بيكون الاصابه التنفسيه شديده. ملاحظة لاحظتها هون هي الأعراض الهضمية، لما مريض عم يجمع هدول الأعراض الثلاثة، السعال الجاف مع الحرارة مع ضيق التنفس، وعم يكون عنده أعراض هضمية يعني ألم بالبطن وإسهالات، هدول المرضى عم يكون الحمل الفيروسي عندهم، الفيرال لود، يعني كمية الفيروسات المتوافرة اللي عم تغزو الجسم عالية جدا لدرجة أن أصابة الجهاز الهضمي، غالبا عم يكون نتائجهم سيئة، عم ينتهوا بعناية مركزة، عم يضطروا على التنفس الصناعي، وللأسف نتائج طبعاً ما هي جيدة. هلا أحد التعليقات إنه كان في عنا قريب من فترة وما عم تنفع معه الأدوية، ومعقول كان عنا وما عرفوا شخصه الأطباء. طيب الإنفلونزا ممكن تكون تعمل نفس الشيء، الإنفلونزا تعمل نفس الأعراض، كوننا بفترة جائحة كورونا ربما اللي عم تحكوا عنه إنه كان قريب شديد وحرارة عالية وكذا، ربما كان كورونا فعلاً، بس ما نقدر نقول لحتى نثبت بالتشخيص.
كونه كان موجود او ما كان موجود ما بيغير بالموضوع ابدا. نحن لابد لسه نلتزم بالعزل، ولازم نلتزم بالاجراءات المطلوبه لمنع حدوث جائحه بالمجتمع. لازم نحمي الكبار بالسن اللي هن اهالينا، هن الاب والام والجد والجده. هذول المرضى لو صابهم المرض لا سمح الله فهن حيكون نتائجهم سيئه للاسف. يعني لماذا الاصابات في الدول الاوروبيه كثيره مقارنه بالدول العربية؟ أولا لما بتعمل تحليل أكثر للمرضى، لما بيكون عندك قدرة تعمل تحاليل وبتحلل أكثر فهيطلع معك إصابات أكثر، هي قاعدة. الشغلة الثانية أنه ربما في عوامل معينة بمجتمعات معينة المناعة تبعهم ما هي جيدة، ما فيني أحكم، ما فيني أجزم فيها. يعني مثلا الطليان في دراسة انتشرت عنه أنه كونهم كبار بالسن في المجتمع تبعهم في شيخوخة كبيرة، هذا الشيء زاد من نسبة الإصابة عندهم، كونهم تأخروا بإجراءات العزل الاجتماعي، ما أخذوا الموضوع بجدية من الأول، فزاد نسبة الانتشار عندهم. بس ما معنى أنه، يعني في المعلومة اللي لازم نعرفها، أنه كون التحليل ما متوافر، كون التحليل ما أنه متوافر معناته أنه ما بيظهر عندك إصابات. بس هذا لا يعني أن الإصابات ما هي موجودة. سؤال: ما هو البروتوكول المتبع للعلاج في مكان عملي؟ أولا هو العلاج الداعم أساسا، يعني هذول المرضى بينصابوا بيصير عندهم قصور تنفس، الرئتين ما بيقعدوا بيشتغلوا، فبالتالي بيحتاجوا لتنفس صناعي. تنفس صناعي يجرى على جهاز التنفس لعدة أيام حريثما تتحسن الرئة، وغالبا عم تكون النتائج سيئة صراحة. لما بيكون الكلية متوقفة عن العمل بنحاول نعطيهم مدرات حتى نخفف من السوائل بالجسم، ما تحسنوا فبنضطر نعملهم غسيل صناعي. لما بيكون في عندهم جلطات هنضطر نعطيهم تمييع، يعني هيبارين بجرعات عالية، جرعات علاجية. إضافة للعلاج الداعم بشكل عام، هلا الشيء الصرعة اللي موجودة اللي كل الناس أكيد سمعت فيها هو دواء الملاريا أو دواء الهيدروكسيكلوروكين مع الأزيثروميسين. في دراسة فرنسية ضعيفة مع دراسة صينية قالت إنه ممكن يحسن، فعلا موجودة هي الدراسة وعم نطبقها حقيقة عن مرضانا، عم نعطي هدول الدوايين، بس ما عم نعطيهم لكل المرضى، عم نعطيهم للحالات الشديدة فقط، لأنه هدول الدوايين مشاركتهم ما هي مشاركة جيدة. هدول الأدوية بيأثروا على القلب، فما بنصح أبدا أحد من الناس ياخذ هالدوايين بدون ما يكون الطبيب وصفهم. نحن ما عم نوصفهم إلا للمرضى اللي هن بحاجتهم فعلا، وعسى ولعل إنه هدول الدوايين يأثروا أو يكونوا مفيدين ويخففوا من الإصابة. في أدوية جديدة هلأ انحكى فيها، في كتير إجراءات علاجية، ما حأحكي بالشيء اللي هو ما موجود عندي بمشفاي. إن سألت عن مشفاي فأنا عم بحكي عن هيدروكسي كلوروكين مع الأزيثروميسين. مناعة القطيع، يعني أنا صراحة ماني أخصائي وبائيات لحتى أجاوب عن هذا السؤال بدقة، بس عموما المناعة، في مناعة فردية، يعني هي الشيء اللي نحن الإنسان بيتعرض له، أو هو الأضداد اللي بتتشكل بجسمه نتيجة تعرضه للقاحات، للأمراض المختلفة لما بيتعافى منها. وفي شيء اسمه مناعة القطيع، هي مناعة المجتمع عموما، يعني لما بيكون مشاركة، خلينا نقول مشاركة بين المجتمع عموما، لما يكون في احتكاك بين الأفراد رح يصير في شيء، خلينا نقول التعرف على الفيروس ما عاد شيء غريب تماما تماما، يعني بيكون في تعرف تدريجي على الفيروس. مرة ثانية صعب اني اشرحها شخصيا كوني انا بعيد عن تخصص الوبائيات، بس هذا هو بمعنى بشكل او باخر هو مناعة القطيع، ربما ما وفقت بشرحها بشكل جيد. سؤال: هل ينتقل الفيروس بالهواء او عن طريق اكياس الخضار مثلا والكمامة العادية لازم تنحط او لا؟ هل ينتقل بالهواء؟ ينتقل بالهواء، بس مو بهالبساطة هذه. أولا الفيروس أساسا ينتقل بالرذاذ. شو معنات بالرذاذ؟ يعني إذا أنا شخص جنبي سعل أو كح وأنا قريب جدا جدا منه، فأنا غالبا حيوصلني العدوى من هذا الشخص، حتى لو ما هو مريض وعنده حامل للفيروس، ومن خلال حديثه طلع شوية زبد من تمه او من خلال التنفس، هذا الشيء حينقل الفيروس، ممكن يصيبني لو انا قريب منه مسافه كافيه حوالي متر. لو انا موجود مع مريض بغرفه مغلقه مسكره ابوابه ما فيها تهويه، في نظريه بتقول هذا الشيء صحيح انه الفيروس ممكن ينتقل بالهواء وبالتالي ممكن انصاب. بس اما انا ماشي بالطريق
والهواء الطريق العادي وما في حدا جنبي، ما حيوصلني الفيروس. من حيوصل؟ ما حيكون موجود الا اذا في غبار بالهواء والفيروس معلق عليه، وهذا الشيء مستبعد. اكياس الخضار، لو شخص قبلك كان مصاب بالفيروس وعلى ايده مثلا كح على ايده خلينا نقول، وما غسل ايده ومسك كيس الخضار، فالفيروس حيقعد على كيس الخضار لفتره معينه، ساعات محدوده، ماني فاكر بالضبط. فلو الشخص اللي اجى بعده مسك الكيس نفسه واخذ وحط يده بفمه او على وجهه بدون ما يغسل ايده، حينتقل العدوى له. فلذلك نحن التوصيات لازم استخدام العزل الاجتماعي، لازم المسافات متباعدة حوالي متر لمتر ونص تقريبا من كل شخص، لازم غسل ايدي بالصابون، واذا كان متوافر الكحول او الجيل الكحولي فهو بديل مقبول، الاغلى طبعا بس الصابون خيار جيد ومقبول، 20 ثانية غسيل، فالغسيل المتكرر. الكمامة العادية لازم تنحط أو لا، في عليها خلاف. هلأ حاليا التوصيات طلعت من منظمة الصحة، رغم كانت أول عم تقول لا ما تحطوا كمامات، عم ينصحوا بالكمامات القماشية، غاية إنه تقليل انتشار المرض لو أنت مصاب. الكمامة العادية لازم تحطها أنت مشان ما تنشر أنت المرض لو أنت مصاب، مو مشان ما تأخذ العدوى أنت. واضحة هاي النقطة؟ الكمامة العادية ما بتمنعك أنت من أنك تأخذ العدوى لو حد جنبك مصاب بالعدوى، تمنعك انت تنشر العدوى لو انت مصاب بالعدوى. التهاب الدماغ النخري بالفيروس، معظم الاختلاطات اللي عم نسمعها ما في مرة، يعني انا ما سمعت بحالة من الحالات صراحة، بس ما بستبعدها ابدا. انا سمعت باعتلالات دماغ بسبب الفيروس، ممكن جدا جدا جدا، وما فيني اقول انه الفيروس ما بيسببها، الفيروس ممكن يسبب اي اختلاط ممكن يخطر على بالكم. شو اللباس اللي بتلبسوه لما تحموا حالكم؟ هلا اولا نحن عم نحكي عن الجوله العامه بالمشفى بدون ما ادخل لغرف المرضى، صرنا نحن هلا نبتدي الماسكات، القناع الجراحي، السيمبل ماسك اللي هو القناع الجراحي، لازم البسه جوا المشفى عشان ما اعدي حدا، مو مشان ما انعدى انا. لو بدي اضطر ادخل على غرفه مريض فانا لازم في قناع خاص استخدمه، القناع N95 اظنكم صرتوا كلكم تعرفوه، هو القناع الابيض، هذا قناع غالي مرخيص. إضافة للجلافز اللي الكفوف الطبية، إضافة للجاون اللي هو مثل إذا شفتوه لونه أصفر، هذا مثل لباس سريع بيلبس مرة واحدة وبيترمى بعدها، ولازم النظارات، ولازم حتى غطاء الرأس. يعني عمليا عم حاول قدر الإمكان إنه ما يصير أي احتكاك أو نقل للعدوى للطاقم الطبي. نسبة الوفيات عالية للأسف، أو الإصابة عالية بين الطاقم الطبي، صرنا سمعنا هون بأمريكا في ممرضات توفوا، في أطباء توفوا بإيطاليا، أظن عدد الأطباء اللي توفوا صار، والله ماني فاكر الرقم بس رقم منيح، بفرنسا نفس الكلام، ببريطانيا نفس الكلام. فالطاقم الطبي نسبة الإصابة فيه عالية، فالنصيحة للزملاء الأطباء والتمريض، احموا أنفسكم، أنتوا الخط الأول وحياتكم غالية حقيقة، لأنه أنتوا وجودكم هو اللي بيحمي، خلينا نقول حياة طبيب هي بتعني حياة 10 مرضى. هل هو مصنع بيد بشرية ولا لا؟ هلا ممكن نقعد نحكي للصبح انه هو مصنع او لا غير مصنع. اللي بعرفه او اللي قرأته واللي الدراسات اللي صارت انه هو ما له مصنع، وانه البشر ما قدروا يوصلوا لهالذكاء او لهالتقنية يقدروا يصنعوا هيك فيروسات. بس سواء كانت البشر هن مصنعته او ما هي مصنعته، المرض موجود، لازم ناخذ بقايتنا، سواء كان حدا عم يهاجمنا فيه او هو ابتلاء من رب العالمين، نفس النتيجة بالنسبة لي انا كطبيب، في عدوى شديدة لازم اخذ احتياطاتي. ما توصلتوا لتركيب الفيروس؟ توصلوا العلماء اللي عم يشتغلوا بالمخابر، توصلوا لتركيب الفيروس وبيعرفوا ايش هو، وعم يحاولوا يركبوا لقاح له، بس الموضوع بياخذ اشهر وربما سنوات. الطب البديل في علاج هذا الفيروس، والله ما في اي دراسة بتقول انه الطب البديل له دور بعلاج هذا الفيروس. هلا هل معنات هذا الكلام اني انا ما الجأ للطب البديل؟ يعني انا اصلا بشرب ليمون فيها وبلاها، بشرب كمون فيها وبلاها، بس هل فيني اقول انه اذا شربت ليمون انا خلاص، او اذا شربت كمون انا خلاص صرت امين من الفيروس؟ اكيد لا. اشرب ليمون مثل ما بدك، اشرب كمون مثل ما بدك، اللي بدك اياه، بس ما يكون ضار طبعا، شيء من المكملات الغذائيه اللي بناكلها فيها وبلاها، بس ما في اي اثبات بيقول انه هي بتقي من الفيروس.
نحن اصلا كنا لما يصير معنا قريب او رشح كلياتنا نشرب ليمون وبرتقال وزهورات، ما في مشكله ابدا، ما في مانع، بس طبيا هل هي تقي او تعالج الفيروس؟ ما في اي اثبات بهذا الكلام. ما هو تاثير وخطوره الفيروس على مريض الربو؟ ممكن مريض الربو لو لا سمح الله اخذ العدوى وصار معه مضاعفات، وهن مرضى الربو مرضى الاصابات المزمنه عموما على خطوره عاليه للمضاعفات، ممكن يوصل الحد فيه الى الوفاه. يعني ممكن لا سمح الله يصير معه قصور تنفس ويضطر ينحط على جهاز تنفس صناعي، ويصير معه اذيه كليه، وممكن بالنهايه يتوفى. فالموضوع خطير. احسن مود للمنفسه لحالات الاي ار دي اس لمرضى الكوفيد 19، يعني مرضى السؤال من طبيب، مي شو هو نظام التهويه الالي؟ نحن المنفسه في لها عده انظمه بنستخدم فيها، ممكن نستخدمها. الجواب على سؤالك ببساطه او باختصار، طبعا في تفصيلات كثير، والنظام اللي بتعرف تستخدمه انت، النظام اللي انت بتعرف تستخدمه هو افضل نظام. عموما نظام الـ ACVC هو نظام الحجمي، نظام جيد اذا ما لك مرتاح فيه وبتحب تجرب البريشر كنترول اللي هو النظام الضغطي، كمان ما في مشكله. السؤال اللي سألته، هل الـ ABRV منيح بحالات الكوفيد 19؟ نظام الـ ABRV موجود بالاسواق من 30 سنه، هي المره الثالثه بجاوب عنه، لهلا ما اثبت انه متفوق على بقيه الانظمه. اذا بتعرف تشتغل عليه انت وكل زملائك بيعرفوا يشتغلوا عليه، فما في مانع تستخدمه، رغم اني ما بحب هذا الشيء. مرة ثانية بتركها لحكمتك، هل إذا كنت أنت الوحيد اللي بتعرف تشتغل على النظام هذا اللي هو الـ ABRV وغيرك ما بيعرف يشتغل عليه، فهل من الحكمة تظبط مريضك الصبح وبالليل غيرك يعجز فيه؟ مو من الحكمة أبدا أبدا. ما هي خطورة المرض على الأطفال؟ حتى الآن ما تسجل حالات وفيات عند الأطفال، هل هذا يعني إنه خلاص والأطفال آمنين؟ لا أبدا، بس لحد هلا ما تسجلت حالات وفيات عند الاطفال. هل عم يقول السؤال انه نحن بسوريا في فترة امان، بعدها ما بيظهر حالات، بعد اخر حالة بتظهر بعدها نقول البلد صار امن من الاصابات؟ هذا الجواب بجاوبه طبيب الوبائيات، اخصائي الوبائيات. لحد هلا البلد معرض للاصابة، ما فينا نعرف امتى حيصير. هلا هون بامريكا مثلا وباوروبا بشكل عام عم يقولوا ان المنحنى، واكيد سمعتوا في كل كون التسطح والبيك اللي هي الذروه، كل الدراسات وبائيه عم نفترض انه خلال 10 ايام حنوصل لاقصى درجات الاصابه وبعدها حيصير تراجع. نتمنى انه هذا الشيء يصير. كيف حيكون الوضع بسوريا ما بنعرف، نتمنى انه ما تصير الجائحه من اصله. هذا الشيء كله مره ثانيه الايام هي بتحدده. فما فينا نقول انه بعد اسبوعين او ثلاثة او اربعة انه خلاص انتم بامان وما حيصير عليكم شيء. الوقت المتوقع لظهور دواء يساوي نقلة بعدد المرضى؟ والله كل يوم عم تظهر ادوية جديدة، وكل يوم عم نجرب ادوية جديدة، وكل يوم ان شاء الله اقرب فرصة بيكون في دواء متوافر لهذا الدواء. عموما الفيروسات ما لها ادوية، بتعرفوا هذا الشيء، الفيروسات ما لها ادوية. حتى التامي فلو بال H1N1 ترى ما هو الدواء السحري كنا نعطيه، بس ما هو الدواء السحري. الفيروسات بشكل عام ما لها أدوية، بعض الفيروسات لها أدوية. نتمنى أنه نقدر نوصل لدواء لهذا الفيروس، بس لا نرفع سقف توقعاتنا. اللقاح ممكن اللقاح يتطور، بس الأدوية على الأغلب ما حنقدر نوصل لدواء شافي وفعال يشفي هذول المرضى، رغم أنه الأبحاث منتشرة ومستمرة بهذا الموضوع. عموما مشكلة الفيروس هي مو بس هو مشكلة الفيروس هي الاستجابة المناعية الشديدة تبع المرض، اللي هي الجسم الجسم بيرتكز بشدة للفيروس. فإذا نحن وصلنا للأدوية مو بتعالج الفيروس نفسه، بتخفف من الاستجابة المناعية بشكل مضبوط، ممكن يكون هذا فتح جديد بهذا المرض. جاوبنا على مرضى الربو، أظن جاوبنا أنه هو خطير. السؤال شوي دقيق، يعني ما هو مسار الفيروس عبر الخلايا الرئة 2 المفرزة للسورفاكتين حسب الدراسات الأخيرة؟ باختصار الموضوع أنه المستقبلات الفيروس موجودة على خلايا الرئة رقم 2 اللي هي خلايا بتفرز السورفاكتين، فالمستقبلات موجودة. فهذا الفيروس لما بيتحد بال، يعني ما حدخل تفاصيل تقنية مرة ثانية، بالإيز بالأنجيوتنسين كونفرتيك إنزيم 2 اللي هو ما هو اللي بنعرفه عموما، هو إنزيم ثاني، مستقبلاته بتكون موجودة على خلايا الرئة 2، وبالتالي بيروح بيخربها وبصير إصابة. بس ما هي
المشكلة الوحيدة بالفيروس. لا تنسى الفيروس ممكن يؤذي الخلايا الكلوية، ممكن يؤذي خلايا تانية حاليا هم مثل ما قلنا بيسبب إصابات بالقلب، بالأمعاء، حتى بالدماغ، ممكن يسبب إصابات بكل الجسم. الكمامة لمنع نشرك للمرض وليس لتمنعك من الإصابة. صحيح جدا جدا، صحيح جدا جدا. حتى لو لابس كمامة ما بصير تقترب من شخص ما تعرف شو درجة إصابته بالمرض، لأنه ممكن تنعدى بالإصابة أنت، خاصة إذا كانت كمامة قماشية. ممكن إن إذا شكينا بحالة يتم وضعها بغرفة عزل لحين ثبوت الإصابة وعدمها، يمكن الطبيب فحص الاكتفاء بكمامة جراحية مع جاون أو لازم N95. هلا الشيء المثالي أو الشيء الأفضل إنه نعمل N95، بس إذا ما كان متوافر السيرجيكال ماسك مقبول. يعني أنا ما حقول إني والله لا السيرجيكال ماسك أحسن من N95، إذا بتقدر تحط N95 لكل المرضى ما عندي مانع أبدا أبدا، بس لازم نوازن بين الضرورة وبين المتوافر. N95 مو متوافر هلا حاليا، وأظن بكثير مشافي مو موجود. نظام المنفس الأكثر فائدة جاوبت عنه هو النظام اللي بتعرفه أنت، النظام الحجمي، نظام جيد ومنتشر ومشهور عالميا وما بيشكي من شيء. شو الأخطاء اللي ممكن شفتها بالولايات المتحدة وممكن تفاديها؟ أظنكم أدرى مني بالأخطاء، إنه تأخروا بالعزل، تأخروا بالعزل، في محلات كثيرة تأخروا بالعزل. في هذا الكلام على مستوى ال يعني على مستوى حكام الولايات وعلى مستوى رئيس الولايات المتحدة، تأخروا بالعزل. في كثير كلام عن هذا الموضوع. شرب الماء الدافئ يوقي من الإصابة الرئوية، وهل من الممكن إصابة معوية قبل الرئوية؟ أول شيء إصابة معوية قبل الرئوية ممكن، شفناها وانتهوا المرضى على المنفسة. شرب الماء الدافئ يقي من الإصابة الرئوية؟ لا، لا يقي من الإصابة الرئوية. الانتقال الفموي اللوزي من مريض مصاب، يعني شخص مصاب وصار عنده إسهال مثلا وراح عمل أكل والناس أكلت من بعده، اول شيء هذا احتمال كثير ضعيف. يعني بدك شخص يكون مصاب وما يغسل ايديه ويحضر اكل لناس والناس تاكل من بعده، انا هذا الشيء بستبعد انه يصير اصلا. ما نذكر رغم انه الفيروس اظن موجود بالبراز عفوا منكم، بس ما نذكر هذا الموضوع بعد، بس في خطوره بالتعامل مع مفرزات الشخص المصاب. بس من المنطق والبديهي انه الشخص اللي بيروح على الحمام لازم يستعمل ماء والصابون بعد الحمام، اظن هذا الشيء بديهي. الطب البديل مواد طبيعية تحتوي على حمض أمينية وكورتيزون سكري ومضادات فيروسات، وشاهدناها من الصين من ضمن خططهم العلاجية كانت المعالجة بالطب البديل. طيب كلهم كيف بدي أقول؟ الجواب على هذا الكلام كلهم يدعي ما يشاء، بس بدنا بلغة البرهان، لغة العلم. يعني أنا بدعي إنه أنا هي خلطتي بتفيد وهي بتشفي من الفيروس، طيب أعطيني إثبات علمي على هذا الكلام. ممكن كل انسان يدعي اللي بده اياه، كلهم يدعي اللي بده اياه، بس اعطيني اثبات علمي. اثبات علمي يعني انا بدي بحث منشور بمجله علميه مرموقه جربوا هي الخلطه على شخص مصاب، والشخص غير شخص ثاني مثله ما جربوا عليه هي الخلطه، الشخص المصاب شفي والشخص غير المصاب ما شفي. طبعا مو على واحد، مو على حالتين مجرب، جرب على 100 حاله من هون و100 حاله من هون، وبلاقي انه نسبه الاصابه كانت اعلى، نسبه الشفاء اعلى بالاشخاص اللي اعطيناهم الخلطه، وبالتالي بيقدر بيثبت علميا. هذا هو الاثبات العلمي. هذول معظم، مو معظم، كل شيء بيقول بالخلطات هذول كلهم بيشتغلوا بطريقه انه ان شاء الله وانت اكرم من الله، منطق التواكل. العلم بيقول انا بدي اجرب لحتى اقول انه هذا الدواء بيفيد او لا. ممكن يكون دواء موجود بالطبيعه، ما هي كل ادويتنا ماخذينها من الطبيعه. هذا الاسبرين اللي بتاخذوه انتم منين بتجيبوه الاسبرين؟ الاسبرين هو الصفصاف، هو شجر الصفصاف نفسه. فالدواء اللي عم نستخدمه علميا وطبيا لمرضى الجلطات مثلا ولمرضى الكلوروكين هو دواء من الاشجار، ماخوذ من ما يذكر شو النبته، اظن الكينا او غيرها. بس مثلا الاسبرين اللي كلكم بتعرفوه هو شجر الصفصاف نفسه. فكل ادويتنا من الطبيعه اصلا نحن، بس نحن اثبتنا، العلم اثبت انه الاسبرين يفيد بمرضى الجلطات، لانه لما عم نعطيه لمرضى اللي جلطات عم نمنع وقايه، عم نقيهم من جلطات ثانيه. بالمقابل لما المريض معه جلطه ما عم ياخذ اسبرين عم يكون نسبه حدوث الجلطه عنده اعلى، هذا هو العلم. اما تقول لي والله خلطه وممكن، ممكن ممكن، بس اعطيني اثبات، ولحد ما يكون في اثبات بتحسن تجرب على نفسك، ما عندي مشكله ابدا، تتحمل مسؤوليه، بس انا ما فيني كطبيب اوصفها لمريض على مسؤوليتي. ما فيني اقول له للمريض انا هذا الدواء مجرب، لا، بقول له انا فيني اجرب عليك، بتحب تجرب عليه؟ فهو بيتحمل مسؤوليه. بعض الخلطات العشبيه بالصين، مو بهالمناسبة عم بحكي مناسبة ثانية،
تسببت بحدوث زيادة نسبة السرطانات عندهم. فمو كل الخلطات العشبية آمنة، الخلطات العشبية ممكن تكون مفيدة، ممكن تكون غير مفيدة، ممكن تكون ضارة كمان. سبب ارتفاع ال LDH دون ارتفاع مؤشرات مثل السيكي، لا السيكي بيرتفع، ما انا حكيت انه الرابدو بصير عند هدول المرضى، رابدو هدول المرضى بصير عندهم انحلال عضلات، فالملاحظة اللي لاحظناها انه السيكي بيكون عالي عندهم وال LDH بيكون عندهم عالي كمان. هل يمكن ان توجد حالات اصيبت بالفيروس وتعافت بفضل مناعتها دون تدهور حالتها وتحتاج مشفى؟ نعم، اول شيء مثل ما الحالات اللا عرضية كثير شائعة، ممكن كثير مريض يروح يعمل اختبار ويطلع مو مريض، ممكن شخص عادي. هلا صار اختبار، لكن ليش نحن بامريكا كم صار نسبة، كم عدد الحالات بامريكا؟ صار عندنا 250 الف حالة او 200 الف حالة، مو كلهم بالمشافي، هدول كلهم عملوا تحليل وراحوا رجعوا قعدوا بيوتهم بوزيتيف. هل ممكن اصابة، رح اجاوبك على سؤال ثاني، هل ممكن حالات اصيبت بالفيروس وصار معها مرض وانقبلت بالعناية وتعافت؟ على الاقل عندي حالة صار معها هيك، حالتين على الاقل. فممكن ان مناعة الشخص تقدر تقضي على هذا الفيروس وتتجاوب. ما مدى فعالية وضع مريضين على منفذة واحدة وهل نجح على أرض الواقع؟ على أرض الواقع عندي ما طبقنا هذا الشيء بمشافينا أبدا أبدا. هل يمكن أن ينجح؟ لا، لا يمكن أن ينجح، لأنه إذا بدك تعمل هذا الشيء في عملية أنت لغيت كل خصائص المنفذة أو خصائص الإيجابية اللي بناخذها من التنفس الصناعي. بس انا راح جاوبك مثل ما جاوبت احد الزملاء، طب الحروب او طب الكوارث، انا راح خيرك بين خيارين. عندك مريضين وبحاجه جهاز تنفس، كلاهما بحاجه جهاز تنفس صناعي، وما عنده غير جهاز واحد، وكلاهما لازم نحطه على الجهاز او انه لا سمح الله بيموت. فعندك خيارين، يا اما بتستخدم هي القطعه اللي بتستخدم نفس الجهاز لمريضين لو كان عندك القدره التقنيه على استخدامها، او انك تحط المريض على الجهاز والثاني تتركه لقدره يموت، او انه تحط المريض على الاول على جهاز تنفس والثاني تعمله تنفيخ اليدوي بالامبوباج اللي هو بده يستمر عدة ايام. انا لو صاحب القرار وما عندي غير واحد من هالثلاث خيارات، حاختار اني انا احط جهاز تنفس لمريضين، رغم انه هذا الشيء حاليا علميا مرفوض، ما هو صحيح. شو النظام العلاجي مثل ما انه علاج داعم؟ جاوبنا على هذا السؤال، اللي جاوبنا على الهيدروكسيكلوروكين والازيثرومايسين. Is COVID affected male more than female؟ والله صعب جاوب عن هذا السؤال. هل يصيب الكوفيد الرجال اكثر من النساء؟ لا، لانه انا المشفى اللي قاعد فيه اصلا حاليا عم اشتغل فيه هو مشفى عموما للفترن، يعني المحاربين، هن معظمهم رجال. فانا ما قريت احصاءات صراحه، ما عندي فكره اذا كان فعلا بيصيب الرجال اكثر من النساء، بس عموما الرجال اكثر عرضه للاصابات المزمنه من النساء، الضغط والسكر الاصابات المزمنه. هل هذا يعني انه ما في نساء مصابات بالكوفيد؟ شفت على الاقل عده حالات، انه حالات صعبه جدا يعني، بس هل كنسبه عظمى انه الرجال اكثر من النساء؟ ما فيني جواب صراحه. لماذا الاطفال اقل اصابه؟ لا اعلم. تعريف الحالة المشتبهة، هل لازال السؤال عن قصة سفر أو مخالطة المسافر أساسي بالتعريف ولا يمكن الاعتماد عليه؟ مش سفر حاليا، السؤال كونه مرض إنتاني على قصة مخالطة لشخص إيجابي. يعني عدة مرضى أجونا حاليا بنسألهم إنه في مخالطة لشخص مصاب، ومعظمهم كان عندهم مخالطة من أخوهم ومن أختهم ومن ابنهم. فيعني تذكروا انه المخالطه عم تكون من الافراد العائله نفسها هلا، بعد لانه السفر التغى هلا حاليا، ما عاد في سفر. طبعا وجود السفر حيكون شيء سيء طبعا. هل يشكل الوباء خطر اكبر على مرضى الضغط؟ صراحه ما في اي مر، ما في يعني ما فيني جاوبك الجواب بشكل دقيق. انا عندي مرضى، على الاقل عندي مريض هلا عمره 44 سنه، معه ارتفاع ضغط وهلا بحاله سيئه جدا جدا، مو لانه معه ارتفاع ضغط، لانه الفيروس شرس. يعني ما فيني اقول انه مرضى الضغط هن بحد ذاته الضغط هو عامل خطوره، بس عموما مرضى المسنين عم يكون عندهم ارتفاع ضغط وسكر عم ينصابوا بشكل اكبر. بس حتى الشباب اللي ما عنده اي اصابه عم يكون على خطر، واكيد سمعتوا بالاطباء والتمريض اللي حكينا عنهم اللي عم يتوفوا، ومعظمهم شباب هن اصلا. كتار نصحوا بالماء الدافئ والليمون يفيد والا شو بتنصحنا؟ انا بنصح بالماء الدافئ والليمون، شو المعنى؟ بس ما هو علاج للمرض. اذا بتحب تشرب ماء دافئ انا ما عندي مانع، بتحب تشرب ليمون انا باكل ليمون وبرتقال كل يوم، بس ما هو وقاية من المرض ولا هو علاج للمرض.
هل صحيح أنه عندما يصاب الأطباء المتعاملون مع المرضى تكون إصابتهم أكثر شدة واحتمال اختلاطات أعلى كونهم يتلقون جرعة أكبر من الفيروس؟ إلى حد ما صحيح، إلى حد ما صحيح، لأنه الأطباء اللي عم ينصابوا معظم الأطباء طوارئ وأطباء عناية مركزة. لما بيتعامل واحد مع المفرزات التنفسية مباشرة، يعني المريض اللي الطبيب بيعمل تنبيب رغامي، التنبيب بيتعامل مع المفرزات مباشرة، لازم يكون على حذر شديد لأن الجرعة اللي عم ياخذها من الفيروس حتكون أعلى. هذا هو الافتراض. في حال مريض مصاب مع التهاب رئوي والمريض في المشفى حاليا، كم يوم يحتاج حتى يتم الشفاء؟ والمريض لديه أسبوعين، الالتهاب له أسبوع، ما زالت حالته مرتفعة، نسبة الالتهاب 160. ما بعرف شو معنى نسبة الالتهاب 160، بس عموما عم يستغرق المرضى حوالي أسبوعين للشفاء. أنا هدول الحالات اللي شفتهم. هلا قديش نسبة شو قديش بدنا ننتظر لحتى يشفى المريض؟ أكيد. هلا عم تقول حرارته مرتفعة، لا تنسى إنه الكورونا مو هو المرض الوحيد اللي بيساوي حرارة. وجود الكورونا لا ينفي وجود اصابات جرثوميه ثانيه، يعني لما يكون واحد عنده اصابه فيروسيه بالكورونا بالكوفيد ممكن يكون في عنده اصابه فوقها باحد الجراثيم، فلا بد نعمل لهم زروعات للدم وللقشع لحتى نكتشف انه ممكن يكون عنده. ما حن يعني ربما نتفاجئ انه ما حن انا ما حاتفاجئ لو قلت لي عنده طلع اصابه بجراثيم ثانيه ما عم يتعالج مشانها. البي سي ار عم يعطي سلبية كاذبة، معناتها ما فينا نعتمد عليها مع الحجر 14 نقول انه الشخص مو مصاب. هلا البي سي ار في له سلبية كاذبة للأسف، السبب انه اجراءه تقنيا ما هو بها البساطة. في له إجراء، يعني كون البي سي ار سلبي لا ينفي إصابة، رغم انه ايجابيته يعني باليد الخبيرة عالية جدا جدا. اسمحوا لي اشرب مي عفوا. هلا سؤال، إذا شخص تم تشخيصه مصاب وزوجته معاه بنفس الغرفة غير مصابة، هل يجب عزلها أو فصلهم عن بعضهم؟ والله الأفضل العزل، يعني أنا طيب آخر قصة سمعتها من أسبوع، يعني مش سمعتها، أحد مرضاي كلاهما مسن، أحدهم المريض عمره 75 وهي عمره 70 أظن أو هيك شيء. هو كان عم يصارع الموت عندي بمشفى اللي انا فيه، والمشفى المجاور الحاره الثانيه، يعني خليني اقول كان زوجته على جهاز تنفس. نفس اليوم توفت زوجته فيه توفى هو. فالافضل هو العزل اذا كان في فعلا اصابه، اذا تشخصت الاصابه. الاغذيه والادويه المقوي للمناعه، ما في دواء او غذاء مقوي المناعه بشكل خاص على حد علمي. هلا في ممكن نحكي للصبح انه الحبه السوداء ممكن، طيب فيكم تاخذوها. البروتينات، التغذيه الجيده بتقوي المناعه طبعا اكيد. الخضار والفيتامينات بتقوي المناعه عموما، كلياتنا ناكل خضار وفواكه. بس هل يعني هذا انه اذا اخذته، يعني التغذيه الجيده عموما بترفع المناعه، ما في خلاف على هذا الموضوع. الفكره انه انا هذا السؤال صراحه ما بحبه، هو شو هي الاغذيه اللي مقوي المناعه؟ يعني اذا نحن هي الأدوية ما بتقوي المناعة ما بناكلها؟ الأغذية عفوا. عموما رح ناكل نحن. يفضل التركيز على، يعني مرة ثانية، الأكل الصحي هو الأكل اللي بيقوي المناعة. أهلا وسهلا، طيب من كل الشكر من القلب. طيب إعدادات المنفسة لمريض كورونا، هل هي إعدادات الآرتس ولا في خصوصية معينة؟ والله سؤال صعب جدا جدا جاوبه. طيب انا في احد الاشخاص عم يتصل فيني، يا جماعه انا ما فيني رد على حدا من الاتصالات من المجموعه، عذرا منكم ما حقدر ارد على اي اتصال، انا فيني اخذ تعليقات فقط. سؤال الاخ عبيده انه اعدادات المنفس لمريض كورونا نفس اعدادات الارس؟ مره ثانيه سؤال مو سهل اجابته ابدا ابدا. عموما الكورونا بتشارك مع الارتس بكل بمعظم الصفات، لكن في شغلات معينة بتخليه شوي متميز. عفوا. بشكل عام لازم اللو تايدل فوليوم اللي هو الحجم الجاري لازم يكون منخفض. البيب من فضله يكون عالي.
الشيء اللي هلا عم نقراه انه هدول المرضى عموما هي اصابه خساريه اساسا وليست اصابه انخماص اسنان. طيب انا على فكره عم يتشتت انتباهي من احد الاشخاص بالمجموعه عم يتصل فيني وبده اياني رد، عذرا منكم يا جماعه ارجو ما تتصلوا فيني، خليني اركز بالاجابات لو سمحتوا. عموما الكوفيد هو، طيب تسمحوا لي بس احضر صاحب العلاقه لانه فعلا ما عم اقدر اركز بالاجابه، عذرا منكم. دقيقه. من الشغلات اللي حاليا هلا عم نطبقها على مرضى الكوفيد عموما هي البرومبوزيشن. يبدو انه فائدته عند هدول المرضى ما هي عاليه بسبب انه هن ما عندهم اصابه اسناخ شديده، ما عندهم دي ريكروتمنت عالي. هذا الكلام قراته امبارح بمقال لجاتينوني، ممكن شاركه على صفحتي قريبا. الفكره انه البرون بيحتاج لطاقم عالي، لنسبه عاليه من التمريض، وبالتالي ممكن يعرضهم لاصابه اكبر. هي الشغلات الاساسيه، بس عموما بشكل عام نفس الاعدادات العامه، لازم لو تايدل فوليوم، لازم هاي بيب او على المستوى الاعلى من البيب، اضافه الى الارخاء العضلي بحالات نقص الاكسجين الشديد. في علاقه بين السارين والفيروس؟ ما في علاقه بين السارين والفيروس. هل هناك قواعد اخلاقيه لاختيار المريض الذي يستحق الوضع على المنفسه؟ سؤال جميل جدا اخي حسين، هذا السؤال ما حقدر اجاوبه بدقيقتين او ثلاثه. عموما نحن هلا حاليا عم نعمل سلسله ربما اللي بيشوفها على صفحتي الخاصه عن الاخلاقيات الطبيه. في اربع مبادئ اخلاقيه بعتمد انا بكل حاله علاج حاله مريض. المبدا الاول هو الاحترام رغبه المريض، المبدا الثاني عدم ضرر المريض، المبدا الثالث هو تقديم الفائده للمريض، والمبدا الرابع هو العداله في توزيع الثروه. الثروة حاليا هي أجهزة التنفس الصناعي، هي الغرف العناية، هي غرف المشفى. لما بيكون عندي أنا جهاز واحد وعشر مرضى، فأنا ما بقدر أحط عشر مرضى على نفس الجهاز، لازم أختار بيناتهم من هذول العشرة قولا واحدا. إن شاء الله ربي ما يوقع أحد فيكم بهذا القرار الصعب، بس أنا لما بيكون في عندي جهاز واحد لعشر مرضى، أنا ما بقدر أعالج العشرة سوا، رح أختار واحد وتسعة رح أتركهم لمصيرهم. اختيار هذا الواحد من اصل 10 في له كثير تفاصيل، كيف بدي اختاره؟ هل هو الاصغر عمرا؟ هل هو الشخص الاكثر اهميه للمجتمع؟ كيف بدي اختاره؟ هل هو الاسبقيه، معيار الاسبقيه؟ في تفاصيل كثير لها الموضوع عم ناقشها ان شاء الله وبجاوبها ان شاء الله بمحاضرات مفصله. هل يتغير البي اتش ام يبقى ثابت؟ لا، هدول المرضى معظمهم عندهم اسيدوسس، عندهم حماض، لانه السي او 2 عم يطلع عندهم بسبب اذيه الرئه. والشغله الثانيه بسبب اذيه الكليه كمان عم يكون البيكربونات نازله عندهم، فغالبا بيكون عندهم حماض شديد ومشترك. بقاء الفيروس بالهواء مثبت علميا؟ نعم مثبت علميا. بس مش مثل ما حكينا بهواء الغرفه، هواء غرفه المريض اللي ما فيها تهويه جيده، مش بهواء الطرقات. هل تختلف قوه الفيروس من شخص لاخر؟ مش قوه الفيروس اللي عم تختلف يبدو، اللي عم يختلف يبدو هي الاستجابه المناعيه من شخص لاخر. في اشخاص عم تكون استجابته المناعيه اعلى، ارتكازهم المناعي اعلى، وبالتالي بيكون الاذيه الرئويه عندهم او اذيه الجسم عندهم اعلى. ليش؟ ما بنعرف لحد هلا. هل صحيح ان مرضى داون المصابين بكورونا لن يحصلوا على اولويه بالعنايه في الولايات المتحده؟ اللي هذا صراحه هذا السؤال للأمانة صعب الإجابة عنه، بس أنا راح أسأل الدكتور حسين اللي جاوبني اللي سألني هذا السؤال. لو عندك مريض داون تخلف عقلي وشخص سليم معافى وكلاهما مصاب بكورونا وعندك جهاز تنفس واحد، لمين بتعطي الجهاز؟ جاوبوا لحالكم. هل ينتقل من الأم الحامل لجنينها؟ يبدو أنه بينتقل من الأم للجنين، وفي اظن حاله اثبتت باليابان انه انتقل الجنين. هل يؤدي اختلاطات الحامل تؤدي للاجهاض؟ لحد هلا نحن عم نتعرف على الفيروس، نحن ما بنعرف شو راح يصير فيه صراحه. وما فيني جواب على هذا السؤال، بتركه الاطباء النسائيه، بس لو لا سمح الله الحامل صار عندها اصابه مضاعفات شديده
قصدي جهاز تنفس صناعي لإصابة كلية قويا واحدا الحامل حيصاب. هل الفيروس بحد ذاته بيأثر على الجنين؟ هذا الشيء بتركه لأطباء النسائية يجاوبون عنه. هيدروكسي كلوروكين ورق الكينة شو علاقة بيناتهم وهل أحدهما كرقيق يساعد العلاج؟ هيدروكسي كلوروكين في دراسة جديدة عنه مثل ما حكينا بالدراسة ضعيفة فرنسية وصينية بتقول إنه ممكن يقضي على الفيروس، لذلك عم نعطيه لمرضانا. أظن هو مستخلص من ورق الكينة، بس هذا لا يعني إنه إذا غلينا ورق الكينة بيكون عندنا الهيدروكسي كلوروكين. الشغلة مو بهالبساطة. بس هو مرة ثانية دواء ضعيف، يعني ما هو دواء مثبت بعد لهلا، ما عرفنا انه فعلا بيفيد او لا، يعني بعده لهلا ضعيف. اذا افترضنا ان الوباء سيستمر لفترة طويلة، هل معنى هذا ان معظم الناس سيصابون؟ للأسف صحيح. خصوصيات، خصوصيا لا يمكن تطبيق الحجر لمدة طويلة، لا يوجد دراسات، ينتقل عبر الكلام والتنفس. للأسف هذا الحكي صحيح. لقاح البي سي جي في اليو اس اي، نحن ما بامريكا ما بيطبقوا اللقاح البي سي جي، وهلا هذا الشيء عم يندرس انه هل فعلا هذا اللقاح هو وقائي. حكيت ببدايه المحاضره انه هو دراسه وبائيه ضعيفه، ما معناتها انه فعلا اللقاح هو وقائي. مريض تم تحويله للمستشفى، تم تشخيصه ايجابي الاس بي او 285 على 4 لتر، هل يجب تحويله للمنفى؟ بعد لسه في عندك فرصة تعطيه هاي فلو، عفوا بعد مش هاي فلو، عفوا تعطيه السيمبل فيس ماسك. بس عموما بالارقام اللي عم تحكيها يبدو عنده قصور تنفسي. الموضوع مو بهالبساطة، بتجاوب بكلمتين، بدك تشوف المريض هل هو عنده قصور تنفسي حاليا ولا عنده امبندنج ريسبيراتوري فيلر. لو حطيته على سيمبل فيس ماسك 10 لتر مثلا وصار الاشباع تبعه 95 وهو عم يضحك، فرق بين لما تحطه على سيمبل فيس ماسك اشباعه يا دوب يوصل ل90 وبعده تعبان وبعده ضيق التنفس عالي. بهيك حالة انا بفضل احطه على جهاز تنفس. ممكن ينصاب الاشخاص بالفيروس وما تظهر على الاعراض؟ ممكن جدا. كيف نتعامل مع اعراض الاغراض التي نشتريها من المول والاسواق؟ حكينا اهم شيء انه انت ايدك تغسلها بالصابون قبل ما تلمس فيها وجهك، لانه بدك تفترض اي شيء لمسته ممكن ينقل لك العدوى، فالافضل ما تلمس وجهك بعد ما تلمس اي شيء غريب ما بتعرفه شو من مصدره. ممكن الاس بي او 2 ينخفض دون اعراض سريريه؟ والله عم نشوفها فعلا، عم يصير عندنا نقص اكسجين عند المرضى دون ما يكون عندهم اعراض شديده. ممكن كم ممكن المريض عايش على المنفس لبين ما نعالج الاخرين على نفس المنفسه؟ والله انا ما فهمت شو السؤال. ما فهمت السؤال شو هو، يعني قصدك بعد ما فهمت السؤال ابدا صراحه. الاخ جرير اهلا وسهلا، ما زمره الدم لها علاقه بالاصابه؟ يبدو احصائيا زمره الدم نسبه اصابته اعلى، بس هذا كلام احصائي. عدم ظهور الاعراض بالرغم من انخفاض الاس بي او 2 رغم انخفاض الاكسجين صحيح. نظام العلاجي اللي عم يستفادوا منه العلاج السبورتيف، العلاج الداعم، هو اللي عم يستفادوا منه المرضى. لازم تقلل انت من اذيه المنفسه اللي عم تستفاد خاطئ تزيد من إصابة المريض. لذلك أنا هلأ عم أسمع أنه في تطوير لجهاز بسوريا، أتمنى من القائمين عليه أنه يتأكدوا من أمان استخدامه قبل ما يستخدموه. مو شطارة أن يحط المريض على جهاز يزيد من أذية المريض أكثر ما يخفف منها. الكمامة بالأشخاص السليمين غير المخالطين ضرورية لمنع إصابة الآخرين إذا كان الشخص السليم غير عرضي، يعني أنا لما أحط كمامة بمنع الآخرين ينصابوا، ما أنا بمنع نفسي من الإصابة. ومرة ثانية لما بحط كمامة لا يعني انه هذا كرت اخضر اني انا اقترب من الاخرين مسافة اقل من متر. اهلا اخي محمد، اوراق النقدية تنقل العدوى؟ نعم تنقل العدوى، كيف نتعامل معها؟ ما تتعامل بالفلوس. الاساس انه ما تلمس، اذا لمست شيء ملوث ما تلمس فمك او وجهك بيدك. الايد تستخدمها للنقود لاي شيء، بس بعد ما تستخدم النقود لازم تغسل ايدك. ما هي مثل ما بيقولوا الفلوس هن وسخ الدنيا، صح؟ صحيح او لا؟ كم نسبة المرضى الاقل من 60 المقبولين بالعناية؟ على الاقل انا شايف 4 مرضى، لان انا صراحة يكون صريح انا مشفى كل مرضاي مسنين، بس انا على الاقل رغم هذا الشيء شفت 4 مرضى بعمر اقل من 60. بمشافي تانية معظم المرضى صغار، ترى ما تفكروا انه 60 سنة هو الحد الامن. الحرارة عم تسبب العقم عند الرجال؟ مو صحيح. مناعة القطيع جاوبنا عنها. رفع القلوية ما بعرف شو مقصود بهذا السؤال صراحة، ف
باقي 10 دقايق، ما بعرف اذا الاخ حسين يتدخل. في حدا عنده بعد اسئلة يا جماعة؟ اتمنى يكون جاوبت على معظم الاسئلة اللي انطرحت، اتمنى كان في اجابات مفيدة. مرة ثانية، التوعية الوقاية خير من العلاج. نحن قدام جائحة، لا سمح الله لو صارت ببلد بإمكانيات محدودة فالموضوع خطير جدا جدا جدا. مرة ثانية، موضوع السؤال سأله الدكتور حسين، هل المعايير اللي بنتخذها لنختار مين اللي نعالج من المرضى؟ السؤال فعلا سؤال حرج جدا جدا، يعني الناس الخاصة غير الأطباء هلا حيفكروا إنه نحن ما عم نعالج المرضى. طيب يا جماعة، أنا طبيب عندي إمكانيات محدودة، عندي جهاز واحد فقط فاضي، مثلا عندي 10 أجهزة تعبوا ب9 مرضى وباقي لي جهاز واحد، وإجاني هلا 10 مرضى، أنا قولا واحدا بدون ما نناقش مين حنحط ومين ما حنحط، حينتهي بالنهاية هذا الجهاز يستخدم من مريض واحد والتسعة ما حيكون من الأجهزة. فالخيار مو سهل علينا كأطباء أصلا نحن نعرف مين لازم نعالج ومين ما لازم نعالج. في كثير معايير أخلاقية بنحطها، بس للأمانة شو بده يصير ما بتعرف، يعني نحن كأطباء ما بنكون راضين عن قرارنا. سؤال عن دواء الإيفرمكتين اللي هو الدواء اللي هو بيستخدم بالديدان ويستخدم بالجرب أظن، هلا في دراسات عنه حنجربه، لسه ما جرب مشفانا بس اظن حنبلش نجربه، واذا في نتائج جيده ان شاء الله يا رب يكون في الشفاء. طبعا نحط الفلوس بالخزنه اذا كانوا كتار ونخبيهم وما نستخدمهم ونغسل ايدينا بعدها. طيب يتحول الوسط شو الطريقه لتعديل الوسط؟ طيب انا ما بعرف شو الشخص اللي عم يسال شو القصد من هذا السؤال. الوسط الحمضي يعني، طيب الوسيلة اني انا اعالج اصابة الرئة وعالج اصابة الكلية، اذا بعالج الرئة وبطرح الكربون المتراكم بتعدل الحموضة، واذا عالجت الكلية وبلشت تطرح الحموضة او غسلت الكلية بتطرح بقدر اتخلص من الحموضة الزايدة. انواع مخصصة من الصابون، اي صابون يقتل الفيروس، ما في نوع مخصص. طيب دي اي سي، سؤال حلو من الدكتور خالد. ترى يا دكتور خالد معظم هدول المرضى عندهم فرط خثار هايبر كوأجولابل، يعني هدول المرضى على خطورة عالية من الدي في تي، وشفنا كثير مرضى عندهم دي في تي بهدول المرضى، ربما بي اي بس ما بنقدر نثبت البي اي اللي هي الصدمة الرئوية. هلا الدي اي سي هي الخثار المنتشر، هو الحالة المعاكسة للدي في تي، انه بصير خثار منتشر واستهلاك عوامل التخثر. انا ما شفت عند اي مريض من هدول المرضى، هدول المرضى عندهم فرط خثار، الحالة المعاكسة تماما. جاوبت عن الايفرمكتين. التشخيص، لازم نعمل اختبار البي سي ار، هذا هو التشخيص. اذا ما في عندي بي سي ار انا ما بقدر اقول 100% انه هذا المرض هو كوفيد، بس انا فيني اتوجه للتشخيص. اذا مريض عنده اعراض تنفسيه، كحه وسعال جاف مع اعراض ضيق التنفس وحاله اسهال مع الم بطني، توجهت لانه ممكن يكون هذا كورونا. اذا عملت اعداد الكريات البيضاء وكان منخفض خاصه النفاويات فهو احتمال اكبر يكون كورونا. إذا عملت السيبكي اللي هي الكرياتين كاينيز وكان عالي فهو احتمال انحلال العضلات، فهو احتمال قولا واحدا هذا كورونا. لما بيكون في عندي أذية رئة مرافقة، يعني الكرياتين طلع بالسماء، قولا واحدا هذا كورونا. فإذا اجتمعوا كل هالعناصر سوا بمريض وهو على جهاز تنفس فهذا كورونا، حتى لو ما عملت البي سي ار، ما عاد يهمني كثير اعمل بي سي ار او لا. عامل مساعد للربو التحسسي الموسمي، كل الإصابات التنفسية حتكون عامل، حتكون كل الإصابات التنفسية حتكون فيها خطورة أعلى لو صار في إصابة بالفيروس. أهلا دكتور راد، يعطيك العافية، أهلا وسهلا. السؤال من عمر جمعة، مريض لديه إيجابي يعني قصده كوفيد، والساتوريشن 85 على 4 لتر، هل يجب تحويله للعناية؟ لازم حقق إشباع 90% عنده يكون مرتاح المريض، إذا ما تحقق هذا الشيء فهذا المريض بده تنبيب، هذا بده تنفس صناعي. إعادة المسحة بعد 72 ساعة نتأكد إنه المريض صار نيجاتيف، صار سلبي. هلا هون ما عم نعيدها بعد 72 ساعة، نحن عم نعيدها بعد، والله ما فاكر شو البروتوكول تبعنا، بس أنت لازم تعيدها حتى تتأكد إنه المريض صار سلبي، إذا بتعمل له أي إجراء أو تعمل له أي إجراء. طيب نحن وصلنا لآخر 3 دقائق، نجاوب على سؤال أخير.
طيب أنا ختاما صراحة مرة ثانية نصائحي للإخوة جميعا في سوريا، الوقاية خير من العلاج. هذا المرض مرض خطير، ما عاد مجرد مؤامرة، موضوع موجود ومثبت وعم نشوف المرضى بعيننا، وفي ناس من زملائنا عم ينصابوا، في ناس من معارفنا انصابوا، ما عاد مزح الموضوع، الموضوع حقيقة. الوقاية خير من العلاج. الدول اللي تأخرت في إجراءات العزل الاجتماعي صار عندها مصائب، مثل إيطاليا وحتى أمريكا. هون يفترض نلتزم إن شاء الله بالعزل الاجتماعي، نبتعد عن على الأقل مسافة متر أو مترين عن الأشخاص الثانيين، نرتدي كمامة أو قناع لما نطلع مشان نمنع الآخرين من العدوى، نغسل إيدينا بالصابون، ما نلمس وجهنا لما بيكون، خاصة لما بيكون جاي من الطريق أو عم نتعامل مع أشياء غريبة. هذه هي رسالتي الأخيرة، وأتمنى إن شاء الله يا رب يحميكم، إن شاء الله يا رب يبعد المرض عنه، وفعلا يكون لقاح البي سي جي وقائي مثل اللي أخذناه جميعا، وما يصير عندنا هالجائحة. وإن شاء الله نحن عم نتابع المرة الثانية، عم نترقب، يعني ما بنعرف شو راح يصير، الأيام هي بتثبت شو راح يصير، وإن شاء الله يا رب نكون بخير وسلامة. طيب أنا المدخنين، طيب التدخين عامل خطورة يا جماعة، التدخين عامل خطورة، قولا واحدا عامل خطورة. أظني حأختم هيك أخي حسين، دكتور حسين، إن شاء الله يا رب يكون قدرت تجاوب على معظم الأسئلة ومعظم الأخوة، قدرت تجاوب على الأغلب، ويا رب يكون خير وسلامة. حأنهي البث هلا، وإن شاء الله يا رب نلتقي بلقاء قريب إن شاء الله يا رب.